عرس في بيت لنا ولين محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع قمر طائي اللي تفاعلت امبارح ببوست العيد وكانت راكبة سيارة جي كلاس. ايضا قمر طائي مؤخرا اعلنت عن ارتباطها، لكن لحد الان ما حدا عم يعرف مين حبيبها وخلت الموضوع سر. ويذكر انه قمر طائي صرحت انه هي ما راح تعلن الا لما يصير شي رسمي. نمر ايضا الى لانا ولين محمد وتحديدا اخوهم مصطفى اللي تفاعلت بستوري عم يجاوب على اسئلة الجمهور اللي سألوه متى نشوفك عريس، وهذا كان رد مصطفى. توفق بشغله بس والله نشوفك عريس هاي يعني لا اتوقع، يعني مش هلا، يعني اوكي انا معك بكل شيء، انتم بخير وتحقق كل شيء ببالي وببالكم يا رب امين اجمعين، ولكن عريس نو للاسف الشديد لسه بكير. ليش؟ لانه قدام الدرب كثير طويل يا جماعه.